وزير خارجية الهند في أول زيارة بصفته وزير خارجية إلى جمهورية مصر العربية، وتأتي هذه الزيارة في مرحلة هامة شهدت فيها العلاقة حقيقة طفرة جديدة على أسس راسخة من العلاقة التاريخية التي تجمع بين البلدين. استقبلت القاهرة زيارة معالي وزير الدفاع الهندي، انعقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة، لجنة مجلس رجال الأعمال، زاد بحوالي 40% حجم التجارة فيما بيننا. وأيضا تأتي هذه الزيارة بمناسبة العام 75 من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. كذلك كان لي الشرف أن عقدنا اجتماع مع معالي الوزير على هامش الدورة الحالية للجمعية العامة، وكل هذا يؤكد بأن هناك إرادة سياسية قوية لدي الجانبين للعمل المشترك لتعزيز علاقتنا الثنائية للتنسيق إزاء التطورات الدولية والإقليمية، وأننا كدولتين لنا تاريخ طويل في العمل المشترك من خلال الآليات المتاحة لدينا، سواء كانت حركة عدم الحياز والتنسيق الثنائي، بأن يكون لنا أثر إيجابي في إطار العمل على حفظ الأمن والسلم الدوليين، ونستمر في السعي لتحقيق هذه الأهداف، وأيضا العمل على تحقيق أهدافنا التنموية. الهند حققت خلال الفترة الماضية إنجازات مهمة في هذا الصدد، نستطيع أن نستفيد من هذه التجارب. أيضا مصر خلال 8 سنوات الماضية حققت قدرة عالية من الاستقرار والعمل على الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري، من ضمن ذلك طبعا برنامج حياة كريمة، ولذلك نرى أنه مزيد من التعاون، مزيد من توسيع رقعة التجارة والاستثمارات المتبادلة تصب في إطار أهداف البلدين المشتركة. تناولنا خلال لقائنا عديد من القضايا الدولية والإقليمية، إمكانيات العمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي، وسوف يكون هناك اهتمام مشترك للاستفادة الكاملة من الآليات المتاحة للبلدين لاستمرار الدفع قدما بهذه العلاقة المهمة التاريخية لدولتين لهم حضارة ولهم تراث في إنساني ضخم، ونتطلع إلى الاستفادة الكاملة من هذه العلاقة. مرة أخرى برحب بمعالي الوزير وبعطيه الكلمة. تفضل. Thank you. شكراً Excellency. سيادة الوزير. Friends of the media. أصدقائي من الإعلام، دعوني أقول أنني سعيد جدا لكي أكون هنا في زيارة رسمية الأولى لمصر كوزير للشؤون الخارجية. وكما أشار معالي الوزير شكري، فإن زيارتي تحدث في إطار الاحتفال بالعيد 75 لإنشاء العلاقات الدبلوماسية بين الهند ومصر، لذا فأنا سعيد لوجودي هنا في هذا الوقت. عبر السنوات الماضية وبسبب الكوفيد تعطلت التبادلات بين الدول المختلفة، ولكن هذا العام أعتقد أنني هنا الآن. ومنذ عدة أسابيع كان الوزير الدفاع الهندي موجود هنا أيضا، وأعتقد أن هذا يوضح التزاماتنا بأن ننمي علاقاتنا إلى مستوى أعلى مع مصر. إن تعاوننا السياسي قوي ويتمتع بتاريخ طويل، هناك العديد من المؤسسات، وهناك التي يكون بينها لقاءات بشكل منتظم، وهناك استشارات سياسية تتم بين البلدين، ونتمنى أن نعقد اجتماع لمجموعة مكافحة الإرهاب، ولكننا دائما لدينا تفاهم سياسي مستمر
المشترك، وهذا اتضح جليا في لقاء اليوم مع معالي الوزير شكري. في الآونة الأخيرة هناك تعاونا فيما يتعلق بمجال الأمن والدفاع بين البلدين، وهناك أيضا مناورات مشتركة بين قوات البلدين، وهناك زيارات منتظمة بين وفود البلدين ومناقشات حول التعاون المستمر في المجال الدفاعي والإنتاج والدفاعي أيضا. التجارة والاقتصاد يتم تناميهم بشكل مضطرد، وهناك زيادة ب 2 مليار دولار، واليوم اتفقنا على أن هناك إمكانية لزيادة هذه التجارة والتعاون بين الأسواق بين بلدينا. الاستثمار أيضا إيجابي بين البلدين، هناك شركات هندية لديها استثمارات تتعدى 3 مليارات دولار في مصر، ونحن لدينا أيضا خطوط، لدينا استثمارات في خطوط الأنابيب، وهناك إمكانية لزيادة هذا الأمر كما قلت لمعالي الوزير، ولدينا اهتمام بإمكانيات في مجال الصناعة وبالذات الطاقة المتجددة، لذا فإننا متفائلين في هذا الصدد. ولقد ناقشنا كيفية زيادة التواصل وكيف أن ننشط السياحة بين البلدين، واتفقنا على أن وزارتنا والسادة السفراء سيعملون على زيادة هذا التعاون في تلك المجالات، وأيضا اتفقنا على بناء القدرات وتبادل الخبرات، وهناك حوالي 2400 ممثلين وممثلين مصريين ومسؤولين يتم إفادهم إلى الهند ولاكتساب الخبرات في مجالات عديدة، وهذا تقليد جيد بين البلدين. وحين نتحدث عن التعليم، فإنني يسعدني أن أبلغكم أن أحد جامعاتنا قد وصلت لتفاهم لأن يكون هناك مشروع مصري هنا، وأن يكون لها مؤسسات هنا في مصر، ونتمنى أن تكون معاهدنا التكنولوجية موجودة هنا، وأن تكون مصر شريك مناسب فيها. وبعد الكوفيد هناك الكثير من الاهتمامات المشتركة، وهناك تعاون بين البلدين فيما يتعلق بمجال الأمصال، وهناك أيضا تعاون مفيد لكلا الطرفين في مجال الصناعات الدوائية، حيث أن هناك الكثير من الشركات الدوائية الهندية ترى مصر منصة مناسبة جدا لتوزيع تلك الصناعات لدول أفريقيا الأخرى. ولقد ناقشت مع معالي الوزير، اندهشت كثيرا بالتطور الذي حدث في برنامج حياة كريمة الذي نفذته مصر، وتناقشنا حول كيفية أن يكون هناك مجتمع أكثر شمولا، واتفقنا على أننا نحتاج لمشاركة وتبادل أفضل الممارسات بين البلدين في هذه الأمور بما يعود بالنفع على البلدين. أيضا الهند ومصر لديهم حضارة عميقة ولديهم تقاليد ولديهم اهتمامات دولية مشتركة، ونحن دائما مهتمين بالعالم حولنا، ولدينا تاريخ طويل في العمل معا، وناقشنا الصراع الذي يحدث في أوكرانيا وتداعياته على مجال الأسمدة والغذاء وتأمين الطاقة، وشاركت مع معالي الوزير وجهات نظري في هذا الأمر، وتحدث هو أيضا عن وجهة نظري، وناقشنا كيف يمكن أن نخلق اقتصاد عالمي أكثر صمودا. وسمعت من سيادته بعض القضايا الخاصة بهذه المنطقة وهذا الإقليم، وتبادلنا وجهات النظر حول القضية الفلسطينية. كان اليوم بشكل عام، كان هذا اليوم يوما جيدا جدا بالنسبة لي، واستطعت أن أتناقش مع معالي الوزير ونتفاهم حول دفع العلاقات بين بلدينا قدما، وكيف يمكن أن يكون هناك تعاون في القضايا الدولية، وكيف نعمل سويا في العديد من المنتديات.
ويسعدني جدا أن الهند سترأس قمة الـ20، ولقد دعونا مصر لحضور لكي تكون دولة ضيف لحضور تلك الاجتماعات، وأعتقد أن هذا شيء ذو قيمة كبيرة لأن مصر ستضيف قيمة لاجتماعات قمة الـ20، ونحن نؤيد ونساند مصر في استضافتها لمؤتمر COP27 والكفاح من أجل عمل مناخي، وأن يكون هناك دعم لدول الجنوب، ولقد أخبرت الوزير بدعمي الكامل. شكرا جزيلا. سوف نفتح المجال لسؤال أو سؤالين. سمير عمر من سكاي نيوز. يعني دعني أبدأ من حيث انتهى معالي الوزير الخارجية الهندي بشأن دعم الهند لاستضافة مصر لمؤتمر COP26 في نوفمبر المقبل في شرم الشيخ، وكذلك دعوة مصر لتكون ضيفا في قمة الـ20 في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ وضوء رئاسة الهند لمجموعة الـ20، كيف نرى التنسيق بين البلدين خاصة في ظل أوضاع متوترة، في ظل أوضاع متأثرة إلى حد كبير بالحرب في أوكرانيا ومحاولات إعادة بناء نظام عالمي جديد، ربما تلعب الهند كقوة دولية وتلعب مصر كقوة إقليمية ومؤثر دولي دورا في هذا الأمر. شكرا جزيلا. أن هذا الوقت هذا السؤال في توقيته تماما، لأن أحد النتائج الخاصة بالصراع الأوكراني هي أنه هناك أمور كبيرة متعلقة بالغذاء والطاقة، والالتزام الذي قطعته الدول المختلفة نحو العمل المناخي والانتقال المناخي والعدالة المناخية يجب أن يتم تنفيذها. من المهم أن نؤكد على أنه يجب أن يكون هناك عملا مناخيا وتنفيذا لأجندة التنمية المستدامة، وأن يكون هناك دعما ماليا لدول النامية. وأعتقد في قمة الـ20 سوف يتم يكون هذا الموضوع في أولوية الاهتمامات، وهناك توقعات كبيرة حول مؤتمر COP27. How do we stay true to you know what all of us had committed and not get الهدف هو كيف يمكن أن ننفذ الالتزامات التي قطعناها جميعا على أنفسنا ونتجنب النتائج السلبية. Of course هناك أطر متعددة الأطراف لها وقعها على المناخ الدولي بصفة عامة، وفي الحقيقة الأمر إنه COP27 تنبع أهميته بأنه الإطار المتعدد الذي يتم من خلاله التعاون الدولي للتعامل مع قضية وجودية مرتبطة بالعالم أجمع، بالتأكيد أن لها انعكاسات اقتصادية، لها انعكاسات على قدرة الدول على الانتقال من الاعتماد على الطاقة الأحفورية إلى الطاقة النظيفة المتجددة، وأثر ذلك على اقتصاديات العالمية ونطاق الاستثمارات والتوجه الاقتصادي العالمي. لكن إذا لم تلتزم الدول بالعمل المشترك من خلال إطار الأمم المتحدة المتمثل في مؤتمرات الكوب، فلم يكون هناك عالم نهتم فيه بقواعد الاقتصاد العالمي، لأنه استمرار التدهور في المناخ سوف يكون له تداعيات خطيرة على مستقبل الكوكب ومستقبل البشرية. ومن هنا بالتأكيد تنبع أهمية المؤتمر. بنفس القدر هناك أهمية للأطر المتعددة التي تتعامل مع القواعد التي تحكم الاقتصاد العالمي، من ضمنها مجموعة الـ20، مجموعة الـ7، الأطر الأخرى بما فيها مجموعة وحركة عدم الانحياز،
وأثرها في أن يظل العالم يتناول القضايا الاقتصادية وفقا لقواعد منظمة متوافق عليها تؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة وفقا للأهداف التي تم التوافق عليها من خلال الأمم المتحدة. مساهمة مصر في كل هذه الأطر تأتي من منطلق وعيها ودائما سعيها أن تكون طرف يؤدي إلى تحقيق التوافق، التوصل إلى تفاهم مشترك في نهاية الأمر، العمل على تحقيق المصالح المشتركة المتساوية لكل أعضاء المجتمع الدولي، والأخذ في الاعتبار خاصة احتياجات الدول النامية. الدول النامية تحتاج إلى نظام اقتصادي مستقر، تحتاج إلى نظام دولي مستقر خالي من الاستقطاب والتشاحن والصراع العسكري، لأنه كل ذلك يعيق جهود الدول النامية في تحقيق التنمية، في رفع مستوى معيشة شعوبها، وفي لعب دور إيجابي في إطار الدولي لتحقيق الاستقرار والرخاء. فكلها محطات مهمة هي داعمة لبعضها البعض، والهند دولة كبيرة لها تأثيرها في هذا النطاق، كما أن مصر دوائر اهتمامها سواء كانت في إطار انتمائها الأفريقي، انتمائها العربي، انتمائها المتوسطي، انتمائها في منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الحياز، وتعمل من خلال كل هذه الدوائر للمصالح الدولية المشتركة. نطرح سؤال آخر، أستاذ محمد مصطفى من وكالة أنباء الشرق الأوسط. مساء الخير يا فندم، ونرحب بحضرتك في مصر. سؤالي للوزيرين، بصراحة يعني مصر والهند كان لهم دور كبير جدا في حشد الدول غير المنحازة في مرحلة تاريخية سابقة. دلوقتي احنا في وضع دولي اقرب او انتقل يعني من مرحلة استقطاب حاد لمرحلة صراع، وفي هواجس انه ينتقل لصراع نووي او حرب نووية، والدول يبدو انه بيتم تصنيفها في هذا الصراع اما مع الطرف الغربي او حلف الناتو، واما مع روسيا. ضغوط كبيرة جدا. هل يمكن ان تكون هناك في افق، في الافق السياسي للدولتين، تحركات يعني كبيرة نسبيا لتنشيط أو تفعيل دور حقيقي لحركة عدم الانحياز، أو حتى تدشين مبادرة جديدة إذا كانت الحركة بقت ضعيفة، مبادرة جديدة لاستنهاض شكل من أشكال عدم الانحياز نقدر نبعد بيه عن مستويات الضغوط اللي بتمارس على الدول المتوسطة أو حتى الدول الفقيرة في هذه المرحلة؟ وشكرا. فهم. إذا سمحت لي معالي الوزير، بالتأكيد أنه العلاقة الثنائية القائمة فيما بين مصر والهند وعلاقات الدولتين ودوائر علاقتها مع دول أخرى سواء كانت دول نامية أو علاقتها مع دول المتقدمة والدول الكبرى، كلها بتهدف إلى خلق المناخ الدولي الذي يعتمد على أولا القواعد التي توافقنا عليها والمتمثلة في ميثاق الأمم المتحدة، سواء كان في إطار حفظ الأمن والسلم أو في إدارة العلاقات الدولية وفقا لمجموعة من المبادئ المستقرة عليها. مصر والهند بالتأكيد كانوا دولتين مؤسستين لحركة عدم الانحياز، وعمل لسنوات طويلة لجعل الحركة لها تأثيرها الإيجابي في استقرار العالم واستقرار العلاقات الدولية، وأتصور أنه هنستمر في التنسيق فيما بيننا لإيجاد أفضل الوسائل والآليات لتحقق هذا الهدف.
If I can just add to what the minister said. إذا ما كان بإمكاني أن أضيف لما قاله معالي الوزير، فإننا في عالم أكثر استقطابا، في عالم أكثر استقطابا، وفي عالم يتميز بالصراعات. أعتقد أن دور والمشاركة تعتمد على مساهمات الدول ومشاركتها. ومصر والهند اليوم، ليس فقط اليوم، إذا نظرت إلى 70 عاما الماضية تستطيع أن ترى أن مصر والهند كانوا من الدول التي لديها مواقف دولية ولديها مواقف أيضا في المجتمع الدولي. إذن اليوم جزء من مناقشتنا التي تناولتها مع معالي الوزير كانت حول ما الذي يجب فعله سويا مع الدول الأخرى، وما الذي يمكن فعله للتعاون مع هذا العالم الذي يتميز باستقطاب أكثر. كيف يمكن أن نتأكد ونضمن أن السياسات العالمية تستمع لصوت الحكمة؟ أعتقد أن هذا شق مهم من مناقشتي مع معالي الوزير. لدينا تاريخ من العمل المشترك ومن خلال الأمم المتحدة وغيرها من المنتديات وفي محافل مثل حركة عدم الانحياز. أعتقد أن هذه هي another question. تفضلي حضرتك. إيمان شوقي، جريدة وطنية. سؤال موجه لسيد الوزير سامح شكري بخصوص اللقاء الذي جمع بين حضرتك والسيدة وزيرة البيئة والتنمية المستدامة لجمهورية الكونغو. هل المباحثات شملت آخر التطورات لأزمة سد النهضة؟ شكرا لسيادتك. لا، في الحقيقة وزيرة بيئة الكونغو أتت لمصر لتقديم دعوة لحدث على مستوى الرئاسي سوف يتم تنظيمه فيما بين مجموعة من الدول الأفريقية والدول المؤثرة، اتصالا بحوض نهر الكونغو والعمل المشترك في تناول قضايا المناخ في الأساس. كان لي الحظ أن تناولت قضية سد النهضة باستفاضة مع معالي الوزير، وأطلعت معاليه على تطورات هذه القضية حتى يومنا هذا، وتداولنا في الأمر بشكل وافي. شكرا جزيلا. شكرا.